السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في هذا الشريط سنتعلم طريقة إنشاء كل من المربع والمستطيل باعتماد خاصية القطرين. سنبدأ أولا برسم المستطيل بواسطة المسطرة والبركار. نرسم الدائرة C1، مركزها O1 وشعاعها 3 سنتيمتر. بقلم الرصاص والمسطرة نرسم قطري الدائرة AC و BD. نصل النقط A و B و C و D على التوالي، فنحصل على المستطيل ABCD. من خلال الشكل نستنتج أن للمستطيل قطرين متقايسين ويتقاطعان في منتصفهما. والآن سنرسم المربع باستعمال نفس الأدوات. نرسم الدائرة C2، مركزها O2 وشعاعها 3 سنتيمتر. نرسم قطري الدائرة EG و FH حاملاهما متعامدان. نصل النقط E و F و G و H على التوالي لنحصل على المربع EFGH. نستنتج أن للمربع قطرين متقايسين وحامليهما متعامدين في منتصفهما. أبنائي الأعزاء، في نهاية هذا الدرس يمكننا أن نستنتج أن لكل من المستطيل والمربع قطرين متقايسان ويتقاطعان في منتصفهما، لكن الاختلاف يكمن في أن حاملي قطري المربع متعامدان. لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، وإلى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.